مساء السعادة على كل مشاهدي شاشة اون تايم سبورتس في كل مكان، ويوم جديد ويوم مختلف من أيام الكرة المصرية. النهاردة موعدنا مع نهائي النسخة الثالثة لكأس رابطة المحترفين بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش. البطولة اللي انضمت للمسابقات المحلية رسمية أوائل 2022 وأصبحت فرصة حقيقية للأندية الصاعدة لاعتلاء منصات التتويج وكسر سيطرة القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك على كل البطولات. في النسخة الأولى نجح مودرن فيوتشر وبمسماه الحديث مودرن سبورت في إحراز اللقب بعد الفوز الكبير على غزل محلة بخمس أهداف مقابل هدف. أما في النسخة اللي فاتت فكان الكأس من نصيب سيراميكا كليوباترا بعد الفوز الكبير على المصري العريق بأربع أهداف مقابل هدف. دائما نهائيات الرابطة بتشاهد عدد كبير جدا من الأهداف، في المرة الأولى 6، في المرة الثانية 5، فيا ترى يا هل ترى ماذا تخبئ عنا الأقدار في هذه المباراة بالتحديد. النهاردة وبعد سفرة الحكم الروماني رادو بيتريسكو هنعرف البطل الجديد لهذه المسابقة، فهل سيكون سيراميكا كليوباترا للمرة الثانية على التوالي، ولا يقدر طلائع الجيش انه يحقق اللقب لاول مره في تاريخه ويضيف ثاني بطولاته مع عبد الحميد بسيوني بعد ان قاد الفريق من قبل بالفوز من ثلاث سنين على الاهلي في كاس السوبر بركلات الترجيح. مفيش شك مباراه هتكون مختلفه، فريقين المسافات بينهم قريبه جدا، حتى نسبه التكافؤ هتكون واضحه على الاوراق. بعد هذا الفاصل بلغه الارقام هنتكلم، لا تذهبوا بعيد. مشاهدينا الاعزاء برحب بحضراتكم من جديد وموعدكم اليوم مع نهائي النسخه الثالثه من بطوله كاس رابطه الانديه المحترفه. سيراميكا كليوباترا بطل النسخه الثالثه لكاس الرابطه يسعى مفيش شك للدفاع عن لقبه خلال مواجهه طلائع الجيش في تمام الساعه 9 مساء على استاد الدفاع الجوي. خلال مشواره في هذه البطوله تصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب المجموعه الثالثه برصيد 7 نقاط، فجمعهم من فوزين و تعادل واحد، فاز على إنبي والإسماعيلي وتعادل مع الداخلية، وفي ربع نهائي البطولة تفوق على سموحة ثم تخطى الاتحاد السكندري في نصف النهائي وأصبح موجود وحاضر في المباراة النهائية. أما عن طلائع الجيش فحاله نفس حاله، تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهم بعد فوزين وتعادل مع بيراميدز. الفوز الأول كان على زد ثم فاركو، وكما ذكرت تعادل مع بيراميدز، وفي ربع نهائي تخطى الجونة بركلات الترجيح ثم تفوق على المصري في نصف النهائي بنفس السيناريو ثم وصل إلى هذه المباراة. لعب سيراميكا كليوباترا في هذه النسخة من البطولة 5 مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة ولم يخسر حتى الآن أي مباراة، كما سجل 9 أهداف مقابل هدفين سكن شباكه، نجح 6 لاعبين فقط في التسجيل وهم أحمد ياسر سجل منهم هدفين، ثم الكندوسي هدف، ثم صديق أجولا، ثم جين أبوكا وأحمد بالحاج وأحمد هاني، بالإضافة لهدف ذاتي سجله شريف رضا لاعب سموحة عن طريق الخطأ. أما الحال والأرقام عند طلائع الجيش مختلف شوية، في هذه النسخة لعب عدد المباريات 5، فاز في 2 منهم وتعادل في 3 وخسر في لم يخسر حتى الآن أي لقاء. سجل حتى الآن كتيبة عبد الحميد بسيوني 6 أهداف، تلقت شباكهم 4، وضعهم في الإيجاب والسلب مختلف تماما، تمكن 5 لاعبين فقط من زيارة شباك المنافسين وهم يسر وحيد هدفين، بول جوليوس هدف، وأحمد متعب وأحمد عبد الرحمن زولا وجودوين شيكا. مباراة واحدة جمعت الفريقين في النسخة الأولى لكأس الرابطة وانتهت بالتعادل 0-0، أما الوضع اختلف شوية في الجولة الثانية من عمر هذه المباراة، لكن لو اتكلمت عن نتيجتهم فهم الاثنين واخدين حق بعض. في الدور الأول بالنسبة للدوري طلع الجيش تفوق على سيراميكا، ثم عاد سيراميكا وغير النتيجة لصالحه وفاز 2-1 على طلائع الجيش. إذن الكفة متساوية سواء في كأس الرابطة كل واحد فيهم متعادل فمحدش كسب التاني، سواء في الدوري الاثنين 50-50 الكفة حتى الآن متوازنة، لكن تاريخ الفريقين كبار ما فيش شك، لكن سيراميكا عنده بطولة من الرابطة أما طلائع الجيش ما عندوش أي بطولة حتى الآن في هذه النسخة. سيراميكا كليوباترا شارك في النسخ الثلاثة لكأس رابطة المحترفين منذ انطلاقها عام 2022 ولعب 14 مباراة، فاز في 6، تعادل في 5، خسر في 3،
على مدار هذه البطولة سجل لاعبيه 23 هدف، واستقبلت شباكه 15 هدف، واحد من الفرق برضو الكبيرة اللي قدمت نسخة مميزة على مدار الثلاث نسخ. أما بالنسبة لطلائع الجيش حتى الآن في هذه البطولة لعب الثلاث نسخ وشارك معانا، لعب في هذه البطولة 11 مرة، وفي هذه الثلاث نسخ 11 مباراة فاز في 3، تعادل في 7، وخسر في لقاء وحيد. سجل لاعبيه على مدار الثلاث نسخ 8 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف في مرمى. مختلف سيراميكا كليوباترا نوعا ما عن طلائع الجيش، لكن الأمور أعتقد في هذه المباراة ستكون أكثر اختلافا. يحتل سيراميكا كليوباترا مركز الثامن في ترتيب الدوري هذا الموسم، جمع في رصيده 45، جمعهم من 32 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11 مرة. أما طلائع الجيش فهو بيحتل المركز 11 برصيد 39 نقطة، جمعهم من 32 مباراة، تلقت خسارة حتى الآن في الدوري، خسر 11 مرة، تعادل 12 وفاز في 9 مباريات. نسبة التكافؤ قد تكون الكفة أكثر تفوقا لسيراميكا كليوباترا، لكن كلا الفريقين ما فيش شك بيبحث كل واحد فيهم عن إضافة ثاني الألقاب والبطولات في تاريخه في فترة قصيرة بعد ما توج طلائع الجيش بكأس السوبر 2021 بعد التفوق على النادي الأهلي بركلات الترجيح. هل يتكرر المشهد برفقة عبد الحبيب بسوني ولكن بلقب جديد؟ أما عن سيراميكا اللي بيسعى ما فيش شك أنه يكرر هذا المشهد ليفوز بهذا اللقب للنسخة في النسخة الثالثة، ويتبقى للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه الكبير كما ذكرت في بداية كلامي على المصري بأربع أهداف تحت قيادة مدربه أيمن رمادي. كلاهما عنده بطولة، ده عنده الرابطة وده عنده كاس السوبر، فالراجل ده عاوز يدوق طعم كاس الرابطة، وده عاوز يعزز من صدارته لهذه البطولة ويكون للفريق والنادي الأكثر حصولا على هذه البطولة منذ بدايتها حتى الآن. عموما لقاء ما فيش شك زي ما قلت لكم فرصة كبيرة ان احنا نستمتع بالفريقين، فرصة كبيرة ان احنا نشوف كورة حلوة في هذه المباراة بالتحديد من اجل اضافة لقب تاني لدولاب بطولات كلا الفريقين. كل هذه التفاصيل هنعيشها بعد فاصل قصير برفقة الزميل العزيز محمد غانم وضيوف الكرام، فلا تذهبوا بعيدا. المولى عز وجل واللي كتب لحضراتكم معايا لقاء جديدا، او ليا تحديدا مع حضراتكم لقاء جديدا في هذا اللقاء، لقاء فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش
في ثالث النسخ من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفين في نسخة هذا الموسم تحديدا، بعد أن شهدنا قبل كده بطولتين كان أبطالهم فيوتشر وسيراميكا كليوباترا. الحقيقة الفرقتين لكن لهم كل الاحترام لما قدموه منذ بداية هذا الموسم، وأطاحوا بالعديد من الفرق القوية واللي بتقدم مستويات جيدة. طلع الجيش اللي كان في مجموعة صعبة فيها فيركو وبيراميدز، وبعد كده تغلب على أندية الجونة والمصري البورسعيدي في الأدوار الإقصائية حتى أن وصل إلى هذه المباراة وضربة النهاية، وتحديدا من البطل في هذه النسخة. نفس الحال سيراميكا كليوباترا واللي أيضا شاءت الأقدار أنه هو يلتقي مع العديد من الفرق القوية إمبي والإسماعيلي، وأطاح بعد كده بكل من الأندية طبعا الاتحاد السكندري وسموحة في الأدوار الإقصائية عشان أيضا يصل إلى نهائي هذه البطولة، سعيا من كل منهما في الحصول على تاني ألقابهم في البطولات المحلية. طلع الجيش حدث ولا حرج، قدر قبل كده أنه يكسب بطولة كانت مهمة موجودة في دولابه، والطريف أيضا أنها مع نفس المدير الفني الحالي الكابتن عبد الحميد بسيوني، وكانت من قلب الأسد تحديدا النادي الأهلي، وده عام 2021 يعني بطولة وحيدة لطلاع الجيش ومديره الفني الكابتن عبد الحميد بسيوني. نفس الحال تماما كوبي بيست على الكابتن أيمن الرمادي وفريق سيراميكا كليوباترا، وبالمناسبة كانت أولى مباريات الكابتن أيمن الرمادي عندما تولى القيادة الفنية تحديدا لسيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي، فيعني كمان سيراميكا عندهم بطولة ومديرهم الفني الكابتن أيمن الرمادي أيضا عنده بطولة. كل منهما يعني شادد كده حلو ومعسكر واخد الأمور بشكل في منتهى الجدية، عشان البطولة دي مش بس هتبقى في بطولة التاريخ بالنسبة لهم، ولكن هتؤهل طبعا بعد قرار الاتحاد المصري ورابطة الأندية لبطولة أخرى، يعني عندهم أمل منافسة على بطولة أخرى وهي بطولة السوبر، بعد أن هيضمن طبعا الفريق الحاصل على لقب هذه البطولة أن يتواجد في بطولة السوبر. كلام فني كتير جدا، الفرقتين عملوا إيه في المعسكرات، عملوا إيه في المباريات الماضية، هيخوضوا هذا اللقاء إزاي، كل ده هنعرفه من خلال التقرير التالي، وبعد كده مع كابتننا الكبار الكابتن محمد صلاح أبو جريشة والكابتن سامي الشيشي. يشهد استاد الدفاع الجوي نهائي النسخة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بصافرة الحكم الدولي الروماني رادو بيتريسكو. سيراميكا كليوباترا حمل لقب النسخة الماضية تأهل بجدارة لنهائي النسخة الحالية بعد مسيرة ولا أروع خلت من أي خسارة، ويطمح اليوم في متابعة تألقه من أجل حصد اللقب الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني المتميز أيمن أرمادي. على الجانب الآخر، قدم طلائع الجيش أفضل نسخة له على الإطلاق في البطولة، ولم يتذوق طعم الخسارة أيضا خلال مشواره للنهائي، ويسعى اليوم لمواصلة هذا التميز والظفر باللقب الثاني في تاريخه مع مديره الفني عبد الحميد بسيوني الذي قاده للفوز بكأس السوبر على حساب الأهلي قبل 3 سنوات. الفريقان اللذان ضمنا التواجد في المنطقة الدافئة بالدوري مبكرا يضمان عددا من العناصر المتميزة التي تألقت وقدمت أداء متميز وثابت هذا الموسم، حيث تضم تشكيلة سيراميكا كليوباترا قوة ضاربة في الجانب الهجومي ممثلة في أحمد ياسر ريان وأحمد قندوسي وصديق إيغولا وجون إيبوكا الذين سجلوا 3/4 أهداف الفريق خلال مسيرته بالبطولة. أما طلائع الجيش فيعتمد هو الآخر على عدد من الأوراق الرابحة أبرزها القائد أحمد سمير وعبد الرحمن شيكا وإسلام محارب وعمر السعيد، بالإضافة ليسري وحيد أبرز صفقات هذا الموسم ومتصدر قائمة هداف الفريق في كأس رابطة، حسم التعادل السلبي اللقاء الوحيد بين الفريقين في النسخة الأولى، وكان تكافؤ سيد الموقف أيضا بينهما في الدوري، فمن ينجح منهما اليوم في ترجيح كفته وانتزاع فوز يتوجه بالكأس ويضمن له المشاركة في كأس السوبر بأبوظبي خلال أكتوبر القادم. في
في النسخة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفين لكرة القدم يلتقي كل من طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا أو سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش كما جرت العادة. مباراة نهائية هي اللي هتحكم من البطل في هذه النسخة، النسخة الثالثة بعد أن حسمها من قبل كل من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا أيضا في النسختين الماضيتين. كلام فني كتير جدا في هذا اللقاء، أمور فنية مع اثنين من نجوم مصر السابقين ونجوم التحليل في قناة أون تايم سبورتس، كل من الكابتن محمد صلاح أبو جريشة والكابتن سامي الشيشيني. كابتن ابو جريشه نور الدنيا وان شاء الله يبقى يوم ممتع باذن الله. اهلا بيك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله بالشفاء الحمد لله انك تعالى. الحمد لله. كابتن سامي نور الدنيا وان شاء الله يبقى يوم ممتع ونستمتع فيه باللقاء وبالامور التحليليه. بدايه طبعا الف سلامه عليك. الحمد لله ان الامور عدت على خير وحشتني. الحمد لله. كنا مع بعض فتره من شويه وبعد عايز اربح حي كابتن محمد صلاح ابو جريشه كابتني وحبيبي يعني وعشره السنين، عايز ارحب بيه النهارده. انا بسعد بيك طبعا. اثنين من نجوم التحليل في قناة اون تايم سبورتس ولكل منهم مكانته سواء طبعا في تاريخ مصر او حتى مع الاندية اللي مثلوها او حتى دلوقتي في تواجدهم في قناة اون تايم سبورتس. طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا شفناهم وتابعناهم في كل البطولات المحلية هذا الموسم، ولكن وصولهم للمباراة النهائية اعتقد شيء يحسب، واول الامور اللي انا شايفها كانت سبب في وصول كل من سيراميكا وطلائع الجيش لهذه المباراة هو الاستقرار الفني اللي موجود عند الإدارة الفنية سواء في سيراميكا كليوباترا مع الكابتن أيمن رمادي أو الكابتن عبد الحميد بسيوني واللي بيتولى القيادة الفنية لطلائع الجيش. هل يا كابتن أبو جريشة نقدر نقول إن ده نتاج استقرار مع تركيز، إن خلاص هم عارفين إن أكيد بطولة الدوري صعب فيها المنافسة، فمهم إن المدير الفني يطلع ببطولة واللعيبة تطلع ببطولة، فصبوا تركيزهم في بطولة كأس الرابطة؟ صحيح، وخصوصا ان كل فريق من الفرقتين بتوع النهارده بيلعبوا فاينل، وهم عارفين كويس قوي ومدركين ان الفاينل بيفرق معاهم في الفترات اللي بعد كده المستقبليه، خصوصا سيراميكا بعد ما خد البطوله السنه اللي فاتت وقدر ان هو يحقق بطوله يعني تعتبر الاولى بالنسبه له. طلع الجيش برده لما حقق السوبر مع النادي الاهلي من 3 سنين، المسمى الحقيقي للبطوله بيفرق قوي مع اللعيبه وبيفرق قوي مع الاداره الفنيه والاداره اللي موجوده في النادي. ودي من الحاجات اللي هم بيلعبوا عليها النهارده. احنا في نهايه موسم، فاضل ماتشين لكل فريق، اعتقد ان دي الحاجه اللي يتوجوا فيها من خلال الموسم او يطلعوا زي ما بيقولوا بشكل لائق، لان هم يلعبوا في بطوله تانية هم جادرين بيها، وخصوصا ان هم كل فريق اخرج فريق جماهيري، يعني السيراميكا اخرج الاتحاد وطلائع الجيش اخرج المصري في السيمي فاينال، ونضيف الاسماعيلي كمان بالنسبه لسيراميكا. دي كانت في الكوارتر في قبل السيمي فاينال، ولكن وبرده السنه اللي فاتت لما سيراميكا فاز على النادي المصري في الفاينال، فدي من الحاجات اللي تعتبر بالنسبه لهم انجاز تاريخي بيحسب ليهم. الفريقين النهارده بيضموا عناصر كبيره قوي وعناصر تكتيكيه عاليه من النواحي الهجوميه بالذات. يعني لما نيجي نتكلم على سيراميكا كافراد نبص نلاقي ان في لعيب زي محمد ابراهيم، صديق اوجولا، الكندوسي، جون ايبوكا، وبره ياسر ريان، بالاضافه لاحمد بالحاج. لما تيجي تتكلم على طلائع الجيش برضو هتلاقي كوكبه كبيره قوي، بدايه من جودون شيكا، عبد الرحمن شيكا، كريم طارق، محمد هاني، يعني لعيبه من اللعيبه اللي هي فيها ميكس ما بين الخبرات واللعيبه التكتيكيه العاليه، وخصوصا ان هم بيعرفوا كمان يحرزوا اهداف. الماتش عالي قوي وهم الاثنين يستحقوا ان هم يوصلوا فاينل، لان الواحد لما نيجي نتكلم على الماتشات بتاعه الرابطه في اغلبيه الانديه ما كانتش بتهتم بيها وكانت بتعتبرها من انواع التدريب او الانواع بتاعه اللي هي ايه، يحط في دماغه ان انا بجرب المجموعه اللي ما كانتش بتشتغل في خلال الموسم في الدوري فبجربها في الماتشات بتاعه كاس الرابطه، لكن هم اهتموا قوي وكانوا مركزين جدا ووصلوا قدروا ان هم يوصلوا للفاينل، واعتقد ان كل فريق يستحق ان هو يوصل للفاينل من خلال الماتشات اللي احنا تابعناها في كاس الرابطه. سوق لبطوله السوبر يا كابتن سامي، قدر الكابتن عبد الحميد ان هو يحس بطعمه، ونفس الحال بالنسبه للكابتن ايمن رمادي مع الدوافع اللي انا قلتها في المقدمه، فكره ان الفرقتين دول واحد منهم هيبقى خلاص متواجد في بطوله السوبر او متواجد مع الكبار بقى، بطل الكاس مع بطل الدوري مع كاس الرابطه، والكارت الذهبي اللي هيبقى فيه فريق رابع ايا كان مين هو، فاعتقد شيء يخلي فيه دوافع كمان قبل بدايه المباراه، وفكره ان انت عندك بطوله، لا انت كمان بتخلق لنفسك فرصه انك تضيف بطوله كمان بعدها. طيب خلينا نتكلم على ان الرابطه كانت في الاول خلاص اول ما اتعملت كانت البطوله ما كناش بنعترف فيها ان بطوله قويه، لكن بعد ما اضافوا ليها السوبر المصري بقى فيها ليها قوه وليها النهارده قيمه موجوده كبيره جدا بالنسبه للمدربين. تاني حاجه النهارده كل مدرب من 2 مدربين عنده بطوله قبل كده، يعني ايمن رمادي يمكن لما مسك سيراميكا مسك مكان الكابتن حلمي طولان ومسك المباراه النهائيه بس، يعني السنه اللي فاتت لما خد البطوله
هو ما كانش موجود من اول بطوله، هو مسك المباراه النهائيه قدام النادي المصري وقدر ان هو يفوز. وقال ان الكابتن حلمي طولان كان صاحب الفضل في البطوله دي، ودي كانت ميزه ان هو اتكلم كويس جدا على كابتن حلمي. النهارده هو خد البطوله من اولها مش بشكل كويس جدا، صعد لغايه النهائي، بيلاعب برده مدرب عنده خبرات. لو تفتكر عبد الحميد بسوني واخد السوبر المصري من النادي الاهلي 2021، فدي برده مدياله خبرات في النهائي. النهارده لما تيجي تبص للتشكيل كل مدرب بيلعب على المكسب. يعني جت فتره من فترات انا ما كنت بشوف عبد الحميد بسوني ما كان بيلعب بثلاثة ورا وثلاثة نص ملعب وواحد تحت واحد زي ما عمل في ماتش الاهلي وماتش الزمالك، كان بيعمل بشكل كبير جدا عشان ما يتغلبش. النهارده مغير الطريقه بيلعب 4-3-3. فالنهارده 3-3 اللي هو فيهم شيكا بيكمل مع طارق، مع كريم طارق، مع محمد هاني، مع جودوين، مع الطرفين ممكن يزيدوا. فعنده النهارده كثافه هجوميه. الناحيه الثانيه فيها مجازفه كبيره جدا من ايمن الرمادي. ايمن الرمادي ما بيلعبش بديفندر، ما بيلعبش بلعيب وسط ملعب مدافع، بيلعب بالحاج ومحمد ابراهيم او واحد منهم واحد تحت الفيرود. فالنهارده هو موسع الدائره الهجوميه بشكل كبير جدا. لو بص النهارده لتشكيل سيراميكا، لا النهارده لا فيها مجازفه يمكن عملها في مباراه الاهلي. لو تيجي مباراه الاهلي كان بيلعب بالحاج ومحمد ابراهيم واحمد ياسر ريان وصديق اوجولا وكندوسي، كان عنده مجازفه هجوميه في المباراه دي. لسه كان بيلعب بتفندر واحد ابراهيم معاه. ما هو انا بتكلم في، ما انا بتكلم كان فيها زياده بشكل كبير جدا. كان في تفندر. يعني عايز اقول ان الفرق ما بين الحاج كابتن بيلعب في لا محمد عادل لا بيلعب طرف النهارده. بيلعب باك رايت. ما هي دي بقى اللي بنتكلم عليه. النهارده بيلعب طرف يمين محمد عادل والديفندر محمد عادل وطرف شمال عبد الرحمن بوجه. عندي مصادر سريه. ممكن يبقى مين اللي هيلعب طرف؟ ما هو النهارده على فكره في مرونه في التشكيلات. ما بقاش في تشكيل صح في ثوابت. محمد عادل على فكره لعب باك يمين، محمد عادل لعب مساك، محمد عادل لعب ديفندر. فلما تيجي تبص لمحمد عادل لعب طيب اكتر من مركز. حضراتكم بقى دخلتوا في الامور الفنيه، انا كنت ماجلها شويه، بس ما دام دخلتوا في الامور الفنيه نعيش كده الساده المشاهدين معانا ازاي هيبدا الكابتن عبد الحميد بسيوني او ايضا الكابتن ايمن رمادي، واستعرض مع حضراتكم التشكيلات حتى كده لو بالورق سريعا بحيث نعرف مع الكباتن فكر كل مدير فني وازاي هيتولى الامور الفنيه. هبدا مع الكابتن ابو جريشه، فريق طلع الجيش نتكلم عليه في الاول. الكابتن عبد الحميد طبعا حضرتك ذكرت حاجه مع الكابتن سامي الشيشيني، يعرف طعم البطوله، بس وقتها واجه النادي الاهلي فقابله بفكر وتحفظ دفاعي، والكابتن سامي تفضل دلوقتي وقال ان هو بيرسك النهارده حتى الاطراف بتوعه الباكين هم في الاساس لاعبي وسط، فمعنى كده ان هو هيهاجم بزولا وهيهاجم بمتعب، هي عندهم محمد هاني وكريم طارق وجودون شيكا. فمن الشكل الواضح كده ان هو بيحاول يخطف المباراه بشكل بدري. تمام، تشكيلات جاهزه هستعرضها سريعا وهبدا مع فريق طلاع الجيش. طبعا اللي في حراسه المرمى محمد شعبان، امامه رباعي احمد متعب ناحيه الشمال واحمد زولا ناحيه اليمين، خالد سطوحي ومحمد سمير قلبي دفاع، امامهم فريد شوقي، علي حمدي، عبد الرحمن شيكا، محمد هاني وكريم طارق في الاطراف، وجودوين شيكا. ده تشكيل طلائع الجيش. البدلاء امام حضراتكم طبعا فيهم اسماء جيده، احمد سمير، اسلام محارب، احمد الشيخ، حميد ماو، كلها اسماء اعتدنا عليها، حتى عمر السعيد الحقيقه، مصطفى الخواجه، يسري وحيد كمان، فمحتفظ باسماء كمان مديه لمقاعد البدلاء تقل فني. راي حضرتك يا كابتن ابو جريشه في التشكيل وايضا فكره ان هو عنده مقاعد البدلاء فيها زخم، لعيبه كلها متمرسه في الدوري وعندها ايضا امكانيات جيده. بس لما نيجي نتكلم على طريقه اللعب، عبد الحميد بسوني بيلعب بواقعيه شويه وبيلعب مأمن كويس قوي نص ملعبه، يمكن مش فاتح قوي زي كابتن ايمن رمادي لما بنبص على التشكيلين، وبيلعب ب 4-2-3-1، والثالث اللي في ال 3-1 دي عند كابتن عبد الحميد بسوني اللي هو عبد الرحمن شيكا. ده ليه دورين، دور هجومي بيكمل دايما مع كريم طارق ومع محمد هاني ومع جودوين في الناحيه الهجوميه، ودايما بيساعد فريد شوقي وعلي حمدي في نص الملعب، فبيبقى عنده زياده العدديه اوريدي موجوده في نص الملعب، بيامن كويس قوي نص ملعبه، بيعتمد اعتماد كلي على الاطراف، عنده طرفين مهمين وفي نفس الوقت هم ثابتين طول الدوري، احمد زوله واحمد متعب، الاثنين دول بيعتمد عليهم اعتماد كلي، تقريبا مثبت التشكيل طول الفتره بتاعت ماتشات الدوري، وبيعتمد اعتماد كلي على جودوين، ولما بينزل عمر سعيد بيبقى ليه دور قوي، ويسري وحيد لما بيكون بيلعب اساسي. النهارده يسري مش موجود حتى في دكه البدلاء، موجود في الدكه. هو كان بقاله فتره ما بيتمرنش، كان بقاله فتره بعيده وانضم النهارده في التشكيله بتاعت الاحتياطي. لما تيجي تبص على التشكيلين، لا الكابتن ايمن مجازف قوي زي ما قال الكابتن سامي النهارده. هو بيتكلم في هنستعرضه عايز نتكلم على المجموعة. لا يعني نكمل على طلائع الجيش، وهستعرض انا التشكيل قبل بس ما ننخرط في فرقه سيراميكا. نخلص يعني خلينا نتكلم على التشكيل بتاع طلائع الجيش اللي ظاهر دلوقتي. بيلعب ب 4-2-3-1، بيعتمد زي ما قلنا على جودون، وبيعتمد على كريم طارق وسرعاته، محمد هاني،
ويسري لما بيكون موجود، وبيأمن نص ملعبه دايما بفريد شوقي او لما كان بيلعب حميد ماو جنبه، فبيعتمد على الاثنين يبقوا الاثنين ثابتين يعني ديفندرات ثابته عشان تأمن الناحيه الهجوميه، خصوصا لما الاطراف بتقدر تطلع سواء احمد او احمد زوله. وعنده هدافين زي جودوين، وعنده يسري وحيد، وعنده كريم، وعنده عمر السعيد في الدكه. اعتقد ان طلائع الجيش عنده الامكانيه دي، ولكن هو النهارده بيلعب بتحفظ واقعي، ما بيلعبش فاتح الملعب، وما بيلعبش مهاجم على طول، بيلعب بالطريقه المعتاده الكلاسيكيه، وبيأمن باستمرار نص ملعبه عن طريق عبد الرحمن وعن طريق فريد شوقي وعلي حمدي. ده بالنسبه لطلائع الجيش. اما عن سليمكا كليوباترا فاستعرض اكيد بعد يعني اخر اللقطات اللي امام حضراتكم، وده كان مشوار طلائع الجيش في بطوله كاس الرابطه. سليمكا زي ما الكباتن قالوا تشكيل الحقيقه كله لاعبين كره قدم، وهنا بقى هيبقى السؤال للكابتن سامي الشيشيني بس بعد ما استعرضوا عن معركه وسط الملعب. ولكن عن التشكيل، محمد بسام في حراسه المرمى، امامه كل من احمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، خالد صبحي، عبد الرحمن بودي ومحمد عادل، احمد بالحاج واحمد قندوسي وصديق اجوله ومحمد ابراهيم في وسط الملعب، وامامهم جون ايبوكا. الحقيقه سيراميكا يا كابتن سامي مجموعه من الاسئله المحيره، بس من الاجزاء الايجابيه كابتن ايمن رمادي في المباراه الماضيه اراح عدد كبير جدا من اللاعبين، والسون المباراه اللي فاتت برضه اراح حوالي 5-6 لعيبه بالظبط. ولكن زي بقى السؤال ليك، دايما كان بيلعب بخمسه ورا، النهارده هو عامل فكره ان هو حابب ياخد نص الملعب من طلائع الجيش. يعني لما اقول قندوسي واحمد بالحاج ومحمد عادل ومحمد ابراهيم كلهم في وسط الملعب، واعتقد ممكن عادل اللي يثبت ويسيب محمد ابراهيم بيطلع ويتقدم. من توقعات حضرتك التشكيل ممكن يبقى ازاي والافضليه لمين؟ لو هنتكلم زي ما انت بتتكلم، محمد عادل يبقى نص الملعب مع محمد ابراهيم، يبقى طريقه اللعب مش هتبقى 3 ورا، طريقه اللعب هتبقى 4 ورا، هتبقى فيها عبد الرحمن. هو غيرها النهارده، هو بيقول لك انا بقول لك انت ما جايب لي 3 ورا، التشكيل جايب والرسمه هي 3 ورا. لو بيكهام راح باك يمين يبقى انت بتلعبش 3 ورا، يبقى بتلعب بخالد صبح وبتلعب برجب نبيل وبتلعب بيه عبد الرحمن بودي ناحيه الشمال، يبقى انت كده بتلعب بايه؟ باربعه، لان بيكهام هيروح باك يمين، احمد هاني مش موجود. لو احنا شلنا الافتراضيه بتاعت ان محمد عادل مش باك يمين ودخلت انت جنب نص الملعب، تبقى 4-2-3-1. هو الاغلب في الخطه دي بيعتمد على خالد صبحي، بيخليه يروح هو يلعب دور الباك ليفت كمان. ما هو لو باك، ما هو انا بتكلم عشان لو باك ليفت يبقى بيلعب بثلاثه، وخالد صبحي بناحيه الشمال وبيكهام ناحيه اليمين، وفي قلبهم رجب نبيل، يبقى احنا كده بنلعب بثلاثه مساكين. النهارده في مرونه في التشكيل. لو بيكهام، هو المشكله كلها في بيكهام. بيكهام هيلعب باك يمين ولا هيلعب مساك؟ لو لعب مساك هتلعب بثلاثه ورا. طب لو لعب بيكهام ثلاثه ورا، معنى كده ان محمد عادل هيبقى باك يمين وناحيه الشمال عبد الرحمن بودي، يبقى الاثنين اللي في القلب اللي هم الاثنين اللي انت بتتكلم عليهم ديفندر هيبقى مين؟ محمد ابراهيم وبالحاج. كده ممكن تاخد من نص الملعب. طب هتبقى مشكله كبيره جدا الأدوار مع حضرتك في حاجه، وبرده مع كابتن ابو جريشه. يعني النهارده حضرتك لو بتنافس سيراميكا على هذا اللقب، وفكره ان دايما اللعيب اللي معاك كوره اعتقد هيبقى عنده اختيارات كتيره جدا مين بيتحرك حواليه، الحالات الدفاعيه بالنسبه لك ازاي تامن فرقتك يا كابتن سامي؟ يعني انت عندك صديق اجوله متميز وما شاء الله يعني من افضل مواسمه، جون ايبوكا، ابراهيم، قندوسي، واعتقد عندهم الخماسي ده جايبين اهداف متعديه ل 39. لا ده هم، ما احنا لو جينا صديق اجوله 11، تتكلم على النهارده قندوسي 8، بالحاج جاب 7 بس جاب مع 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 الجونه، وجاب واحد بس مع سيراميكا، احمد ياسر زي انت 8، وابوكا 6، فعنده مجموعه تهديف. هم من اقوى خطوط الهجوم، يعني هو يعتبر ثالث خط هجوم مع الزمالك بعد بيراميدز والاهلي، فخط هجوم قوي جدا. اللي انت بتتكلم عليه هو مش بيعتمد انه يدافع في نص ملعبه، هو بيعتمد انه يضغط على الفرقه في نص ملعبه، عشان كده بيشيل الضغط على الدفاع، هو بيلعب على طول ان هو يبقى في نص ملعب الخصم. فما بيحتاجش ان هو يدافع بشكل كبير جدا، بالعكس هو بيعتمد على الضغط. لا العكس بقى، طلائع الجيش هيتعامل ازاي مع الامكانيات دي؟ ما انا بقول لك هو طلائع الجيش ازاي يفك الضغط اللي بيبقى موجود عليه؟ ما هي دي المشكله اللي هتبقى موجوده، ان هو يضغط عليه بشكل كبير جدا، لان كمان ايمن الرمادي عامل حسابه ان في بره دكه ممكن تبقى موجوده. النهارده بتتكلم على توني، بتتكلم على ارموت، بتتكلم على ابراهيم محمد، بتتكلم على مروان عثمان، صامو الامادي، عنده مجموعه بره، لو ضغط كتير جدا حتى لو حد ارهق عنده بديل كويس. فهو النهارده المشكله كلها في عبد الحميد بسوني. عبد الحميد بسوني طريقه اللعب اللي هو فيها عبد الرحمن شيكا هتديك برضه طريقتين، يا 4-3-3، لو شيكا اتحط قدام علي حمدي او فريد شوقي تبقى 4-2-3-1، يبقى كده بسوني برضه هيشتغل نفس الشغل الضغط، وده مش متعود عليه بسوني. بسوني متعود على طول ان هو يلعب نص ملعب ويلعب على المرتدات ويشتغل على السرعات، عشان كده النهارده موجود كريم طارق بشكل كبير جدا. كريم طارق بيعمل هجمه مرتده سريعه. محمد هاني النهارده يسر وحيد قاعد بره، ما بداش بيه. ليه ما بداش باحمد الشيخ؟ ليه ما بداش باسلام محارب؟ لان المفروض لما كان بيلعب بدايه نص ملعب كان بقى فيه عبد الرحمن شيكا واسلام محارب،
وفريد شوقي او علي حمدي. النهارده لا، منزل علي حمدي فريد شوقي، يعني عايز يبقى فيه تقل في نص الملعب. شيكا ممكن يخش على شمال فريد شوقي ويلعبوا 4-3-3، يبقى فريد شوقي وعلى يمينه علي حمدي وعلى شماله عبد الرحمن شيكا، تبقى 4-3-3. فالنهارده لا، كل مدرب لازم يشوف الملعب وتشوف طريقه اللعب عشان تحدد، لان في مرونه تكتيكيه في الاسماء دي. محمد عادل ممكن يخش جنب محمد ابراهيم فيبقى ديفندر، وجنب محمد ابراهيم فتبقى 4-1-4-1. ولسه محمد ابراهيم زاد مع بالحاج ما بين كندوس وما بين صديق اوجولا من تحت جون ابوكا. فالنهارده لا، في مرونه تكتيكيه في التشكيلين، وبعتقد ان الاثنين النهارده من التشكيل ده لا، الاثنين بيلعبوا على المكسب، الاثنين ممكن تلاقيهم بيضغطوا على بعض. فالنهارده لا، النهارده التشكيلين اشاف القدرات الهجوميه في الفرقتين اكتر منها دفاعيا. طيب كابتن ابو جريش، حضرتك كنت عايز تعقب على تشكيل سيراميكا، فاسيب لحضرتك بقى الكلمه دلوقتي ورايك. هو المشكله دلوقتي اللي باينه في الورق غير اللي انت هتشوفه في الملعب، لان الطريقه بتاعه اللعب هتبقى مختلفه. لو محمد عادل هيلعب في نص الملعب، لو هيلعب في نص الملعب بيلعب بثلاثه فلات ورا، خالد صبحي ورجب نبيل واحمد رمضان بيكهام. في الحاله دي يبقى محمد عادل وعبد الرحمن بودي بيضموا نص الملعب، او يبقوا طرفين ثابتين مع احمد بالحاج. وفي الحاله دي برضو نص الملعب هيبقى مش قوي، لان احمد بالحاج في العمق هو الوحيد اللي هيبقى موجود في نص الملعب ضد طلاع الجيش. يعني معنى كده ان انت رايح منك نص الملعب وكله منطلق بقى، محمد ابراهيم وكندوسي وصديق اوجولا وجون ايبوكا، الاربعه دول ما عندهمش الامكانيات الدفاعيه بتاعت ان هم يردوا بسرعه في نص الملعب ويملوا المنطقه بتاعت نص الملعب، ولذلك ده هيتاخد منه. لو هيلعب احمد عادل باك رايت ونلعب للطريقه القديمه 4-2-3-1، قصدي احمد بيكهام باك رايت، يبقى في الحاله دي عبد الرحمن بودي هيلعب باك ليفت وبتلعب ب 4-2-3-1، ويبقى احمد بالحاج ومحمد عادل هم الديفندرين الثابتين في نص الملعب. وبالتالي هيبقى عندك امكانيه مع محمد ابراهيم طبعا لما بيرجع، مع صديق اوجولا لما بيرجع مع عبد الرحمن بودي، او كندوسي لما بيرجع مع احمد رمضان بيكهام، هيبقى عندك زياده عدديه في الناحيه الدفاعيه. يعني مش فاتحها قوي في نص الملعب، ودي الحاجه اللي احنا متوقعينها من الكابتن ايمن رمادي، لان هو برده محتاج ان هو يضم شويه نص الملعب، لان المساحات مش كويسه لاي فريق. انت لو اديت مساحه لصديق اوجولا هيعمل فرق كبير قوي من السرعات، نفس القصه بالنسبه لكريم طارق في طلاع الجيش. لو اديتكم مساحه هيبقى عنده فرق سرعات كويسه، وخصوصا ان هو بيقدر ان هو يعمل هجمه مرتده كويسه. لكن المشكله في التالق بتاع الاثنين فراوده، الاثنين فراوده من الفراوده الاقويه اللي انت بتعتمد عليهم كمدير فني. جون ايبوكا لعيب كويس قوي، عنده سرعات كويسه، بيقدر يقف على كورته، بيحجز كويس، بيستلم تحت ضغط، وبالاضافه لده سكورر كويس. بودون شيكا نفس القصه، عنده سرعات كويسه، بيقف على كورته كويس، بيستلم تحت ضغط، من نوعيه اللعيبه اللي بتعتمد على طول نتيجه اللعب اللي بيلعب بيها او الطريقه اللي بيلعب بيها الكابتن عبد الحميد بسومي، بيعتمد اعتماد كلي على الهجمات المرتده هو وكريم طارق، او لما كان بيلعب معاهم يسري وحيد. فالفرقتين فيهم زخم كبير قوي في الناحيه الهجوميه. المشكله اللي هتقابل الاثنين هو الهجمات المرتده، ازاي تقدر تقفل كويس ويبقى عندك زياده عدديه في الهجمات المرتده، خصوصا ان في سرعات في الفرقتين. صديق اوجولا من اللعيبه المميزه قوي، دربلر كويس، بيقف على كورته، بيعرف يسجل، سريع، من اللعيبه المراوغه، وبيقدر يلمح اي حد من زمايله وبيعمل ثرو باس كويس قوي يروح بيها للجول. نفس القصه بالنسبه لكريم طارق، لعيب كويس قوي، ممكن يكون مش مميز على الجول لكن سريع، ومن اللعيبه اللي بتعمل اسيست من اي نص متر عشان يقدر يوصل زمايله للجول. فالفرقتين فيهم زخم هجومي كبير قوي. اعتقد ان الماتش من الماتشات الجميله اللي احنا منتظرينها الحقيقه خلال الموسم ده. تاكيد اكيد طبعا لكلام الكابتن ابو جريشه، منتظرين باذن الله لقاء يجمع سيراميكا وطلائع في المنافسه على لقب هذه الكاس. نقرب اكتر من المشهد من خلال الزملاء الاعزاء المتواجدين في استاد الدفاع الجوي، كل من الزميل العزيز احمد المسيري والزميل العزيز ابراهيم عمر، ولكن هبدا مع الزميل العزيز احمد المسيري وكل التفاصيل الخاصه بفريق سيراميكا كليوباترا. مرحب بك يا مسيري، واكيد لك الكلمه فتفضل. من استاد الدفاع الجوي برحب بيك زميل عزيز محمد غني، وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس وكواليس نادي سيراميكا كليوباترا قبل نهائي كأس الرابطة المصرية. يمكن لو تحدثنا عن هذه المباراة، يمكن طاقم التحكيم الروماني كان أول من حضر إلى أرضية الملعب، الطاقم مكون من الحكم الدولي الروماني رادو بيتريسكو، وهي المباراة الثانية التي يقودها تحكيميا في مصر. سبق وأدار مباراة في 2019 وكانت في نهائي كأس مصر ما بين الزمالك وبيراميدز،
بيراميدز وانتهت بفوز نادي الزمالك بثلاثيه نظيفه. حكم اللقاء يبلغ من العمر 42 عاما ويعمل في مهنه المحاماه. لو تحدثنا عن نادي سيراميكا واستعداداته لمباراه اليوم، يمكن نادي سيراميكا بيعيش استقرار فني بعد قيام مجلس اداره النادي برئاسه الاستاذ محمد ابو العينين بتجديد التعاقد مع اثنين من نجوم الفريق، احمد رمضان بيكهام ومحمد شكري. الاثنين وقعوا عقد خلاص لمده 3 سنوات. خليني اقول لك زميل عزيز محمد غانم ان مباراه اليوم قد تكون الاخيره للمهاجم النيجيري جون ايبوكا، خاصه بعد ان اتم نادي سيراميكا كليوباترا الاتفاق بشكل نهائي مع نادي اهلي طرابلس لانتقال اللاعب خلال الفتره المقبله. يمكن نادي سيراميكا كليوباترا يمكن بعد مباراه المقاولون السابقه في الدوري العام والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، يمكن الكابتن ايمن رمادي المدير الفني طالب اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري تماما حتى التركيز في مباراه نهائي كاس الرابطه. يمكن الفريق ادى التدريب الاخير على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي كان في تمام الساعه 7. يمكن كان هناك اجتماع اونلاين ما بين الاستاذ محمد ابو العينين رئيس النادي مع الجهاز الفني واللاعبين نظرا لتواجده خارج القاهره، وطلب اللاعبين بضروره تحقيق الفوز والحصول على لقب كاس الرابطه للعام الثاني على التوالي. ايضا الحاج محمد ابو العينين اكد ثقته الكامله في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق الفريق لهذا اللقب الغالي. يمكن ابرز غيابات فريق سيراميكا كليوباترا في لقاء اليوم محمد شكري للاصابه، وايضا محمد شكري للاصابه واحمد هاني ايضا للاصابه. اجواء اكثر من رائعه هنا في استاد الدفاع الجوي، الكل ينتظر مباراه قويه بين فريقين كبيرين حقق نتائج مبهره حتى وصل للمباراه النهائيه. يمكن دي كانت ابرز اخبار وكواليس نادي سيراميكا كليوباترا قبل لقاء الهام والمرتقب مع طلائع الجيش في نهائي كاس الرابطه المصريه. والان تعود الكلمه للاستديو التحليلي وزميل عزيز محمد غانم. كل الشكر لزميل عزيز احمد المسيري، عرفنا منه كل التفاصيل الخاصه بسيراميكا كليوباترا. والان تنتقل الكلمه للزميل العزيز ايضا ابراهيم عمر وكل التفاصيل الخاصه بفريق طلائع الجيش. ابراهيم بمس عليك ولك الكلمه الان فتفضل. تحياتي ليك زميلي العزيز محمد غانم، وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان هنا من داخل استاد 30 يونيو. واجواء فريق طلائع الجيش استعدادا او مش استعدادا قبل المباراه الهامه جدا، مباراه نهائي كاس الرابطه امام سيراميكا كليوباترا، وممكن طلائع الجيش بيسعى ان هو يحصد البطوله الثانيه ليه في تاريخه بعد بطوله السوبر امام النادي الاهلي موسم 21-22 وكانت على يد الجهاز الفني بقياده الكابتن عبد الحميد بسوني. النهارده بيسعى بالتاكيد ان هو يحصل على كاس رابطه الانديه المصريه ويحصل الكاس النهارده. يمكن ما فيش اكتر من كده دوافع، ما فيش اكتر من كده حافز. ده كان كلام كابتن عبد الحميد بسوني للاعيبته لعيبه نادي طلائع الجيش، ان انتم بتلعبوا النهارده على نهائي البطوله، عندكم فرصه ان انتم تكتبوا اساميكم في التاريخ، تاريخ نادي طلائع الجيش، تاريخ كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه، ان انت تحصد هذا اللقب. كان كلامه كابتن عبد الحميد بسوني كمان يمكن في الايام اللي فاتت، ان هو الراجل بالنسبه له هو كمدير فني نادي طلائع الجيش هو زي ما بنقول كده محقق التارجت من بدايه الموسم، اللي هو موجود في الدوري والراجل موجود يعني في الاول 6-7 مراكز، ما كانش نفسه يكون موجود، كان نفسه يكون موجود في المربع الذهبي، لكن هو ده اللي وصل ليه وده اللي حققه في الدوري المصري. لكن نهائي كاس الرابطه ان هو موجود فيها، كابتن عبد الحميد بسوني موجود النهارده بيلعب بتشكيلته. كنت سامع كابتن سامي الشيشيني وهو بيتكلم معاك يا غانم على التشكيله النهارده، لا التشكيله الكابتن بسوني هتبقى اقرب ل 4-3-3 باستخدام عبد الرحمن شيكا، وعنده دكه برضه، الدكه عليها اسلام محارب، عليها احمد سمير، عليها احمد الشيخ، اوراق هجوميه ممكن يقدر يستخدمها كابتن عبد الحميد بسوني. يمكن ده اللي طبقه الايام اللي فاتت في التدريبات، لان هو عارف الطريقه اللي بيلعب بيها نادي سيراميكا كليوباترا، عارف الاندفاع الهجومي لكابتن ايمن الماضي، فهيعتمد على الهجمات المرتده باستخدام العنصرين كريم طارق وجوديون الفرود الافريقي ليه. يمكن ابرز غيابات النهارده نادي طلائع الجيش قبل هذا اللقاء الهام يمكن عماد السيد ومحمد حمدي زكي، لكن كل اللعيبه الموجودين بره السكور باللعيبه المصابه بكل فرقه طلائع الجيش بالقوام الاساسي كلهم موجودين داخل استاد الدفاع الجوي باسرهم كمان، يعني بيتمنوا بالتاكيد بيتمنوا اللي هم النهارده يحرزوا البطوله النهارده ويحرزوا لقب، والكل موجود النهارده. يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس هنا من داخل استاد 30 يونيو. والكلمه تعود اليك الزميل العزيز محمد غانم، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا ابراهيم، وايضا شكرا موصول للزميل العزيز احمد المسيري، بشكركما شكرا جزيلا.
يمكن الآفة اللي ضربت معظم أندية الدوري السنة دي وبشكل عام مش بس سيراميكا أو طلائع الجيش، لا كمان طالت كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك ومعظم الأندية المتواجدة في بطولة الدوري، هي أو النقطة السلبية هذه هي فكرة أن الدفاعات ليست بأفضل حال. لما أقول لحضراتكم أن الأهلي على سبيل المثال 24 هدف دخلت شباكه، فبقرب حضراتكم من الرقم لأن هنتقل من رقم الأهلي إلى رقم طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا اللي كل منهما يمتلك دفاع ليس بأفضل حال. سيراميكا هذا الموسم منيت شباكه ب 39 هدف، أما طلائع الجيش منيت شباكه ب 34 هدف رغم القوى الهجومية الكبيرة جدا اللي موجودة عند كل فرقة. كابتن سامي، يعني الأمر ده يخلينا برضو نتوقع ان يعني بطولة الدوري غير المباراة النهائية ممكن النهاردة رغم العدد الكبير ده من الأهداف بس ممكن نشوف تحفظ دفاعي، انت ممكن تدير المباراة النهائية ازاي سواء مع سيراميكا او طلائع الجيش؟ بص، في حاجة، في فرق ما بين مباراة في كاس ومباراة بتلعب في بطولة، انك في خروج المغلوب في بتلعب على بطولة، وفرق ما بين التجميعة بتاعت الدوري، الدوري لو اتغلبت ماتش وتعادلت ممكن تجمع بعد كده صح. فالنهاردة انت بتتكلم مثلا على خط هجوم فرقة سيراميكا 49 هدف، خط هجوم قوي جدا ودي المجازفات اللي احنا بنتكلم عليها للكابتن ايمن الرمادي. كابتن ايمن الرمادي بيلعب جيم مفتوح مع اي حد، مع الزمالك مع الاهلي مع بيراميدز، هو ما بيدافعش وبيعتمد ان هو بيزود عدد القدرات الهجوميه فيبدا يضغط على الفرقه من قدام، فبالتالي يبقى عنده زي ما كان بيتكلم ابو جريشه مثلا انك انت بتضغط قوي بس يبقى عندك تحولات في الرجوع، ان كندوسي وبنتكلم عن صديق جوله بعد ما بيضغطوا لو اتقطعت لازم يردوا مع الباكين اللي معاهم، نفس الموضوع بالنسبه للحاج لازم يرد على نص الملعب. فالنهارده هو بيشتغل على انه يضغط مش على انه يهاجم بشكل كبير جدا، فبالتالي بيجيب اهداف. عنده مشكله لما بيتضرب، لما الضغط اللي بيعمله بيتضرب فبالتالي بيخش في اهداف، اصبح عنده 49 هدف بيخش فيه، ده سكور كبير بالنسبه للفرقه عندها مجموعه الاهداف دي. لا ده عدد كتير. النهارده بنتكلم على مثلا على طلائع الجيش. طلائع الجيش عنده مشكله كبيره جدا، هو من اضعف خطوط الهجوم، هو عنده بعتقد هو ثاني اضعف خط هجوم بعد الداخليه. معلش عشان بما انه نفس السؤال وطبعا زميلنا جوه حط لنا الارقام، فكره ان طلائع الجيش يطلع بشباك نظيفه في 15 لقاء ده شيء ايجابي بالنسبه للكابتن كان في الدور الاول اكتر بكتير، لان كان معاه محمد فتح الله اللي هو المدافع المساك اللي مشي وراح السعوديه، ده كان هايل في الفتره دي فكانوا مقفلين كويس قوي، لكن الدور الثاني دخل فيهم اهداف كتير. يعني الدور الاول كانوا مأمين، كان من اقوى خطوط الدفاع اللي كانت موجوده كانت هي طلائع الجيش، لان الاهلي كان عنده مؤجلات والزمالك كان عنده مؤجلات وبيراميدز عنده مؤجلات، لكن من اقوى خطوط الدفاع كان الجيش، بس كان معاه ساعتها محمد فتح الله، لكن بين الدورين بقى محمد فتح الله بعتقد السعوديه، فاصبح عنده مشكله في الحته الدفاعيه. الماتشات الاخيره لا داخل فيه اهداف كتير، فرقه طلائع الجيش كان عنده مشكله في الماتشات الاخيره، فبالتالي ده زود عدد الاهداف اللي عليه. يعني النهارده لما تبص على طلائع الجيش في الماتشات الاخيره بتاعته خسر الاهلي وزمالك، خسر من الزمالك 4 وخسران من الاهلي 4 وخسران من الزد 4، دي زودت عدد الاهداف اللي فيه، ده اللي خلى خط دفاعه بعد ما كان من اقوى خطوط الدفاع بقى عادي متوسط خطوط الدفاع، لان اخر ماتشات حوالي 5 6 ماتشات هو داخل فيه بعتقد 6 من الاهلي واربعه من الزمالك واربعه من زد، فانت بص السكور داخل قد ايه، وفي الاخر هو عنده داخل فيه كام هدف 34، فهو كان من اقوى خطوط الدفاع، لكن عنده مشكله هجوميه بالرغم ان هو قاعد من بدري، لكن في الاخر هو تاني اضعف خط هجوم، عنده مشكله كبيره ان هو عنده جودوين شيكا الهداف بتاعه جاب 5 اهداف، عنده مشكلة ان الهداف الثاني محمد هاني 3، يسر وحيد 3، عبد الرحمن شيكا 3، ما عندوش بقى الحداشرات والسبعات والثمانيات بتاعت سيراميكا، لان هو عنده اتزان، بل بالعكس كمان نسب الدفاع عنده اكتر من نسب الهجوم، هو بيشتغل على التحولات لكن بيأمن، لازم يأمن، بيشتغل من الصفر، اهم حاجه ما يخشش فيها هدف، ولو طلعت 0-0 دي الميزه اللي انت كنت بتتكلم عليها، انه قعد فتره كبيره ما يخشش فيها اهداف لانه بيأمن مش اقل من 7 مع ارتداد الطرفين، يعني بيدافع ب9 ومع واحد بس بيهاجم بيه، عشان كده خط دفاع فرقه الجيش اقوى من خط دفاع فرقه سواند. طب كابتن ابو جريشه في نفس السياق، يعني لما اقول لحضرتك ان الطرفين اساسا في طلائع الجيش هم في الاساسا مش اظهره، ازاي ممكن يتعاملوا مع لعيب زي صديق اوجوله مع مهارات وتحركات بقى بالحاج مع محمد ابراهيم واحمد قندوسي اللي اعتقد هيحاولوا يستغلوا العمق اكتر كمان من فكره ان هم يلعبوا على متعب وزوله، بس هيحاولوا ان هم يخترقوا ما بين سطوحي ومحمد سمير. اي فرقه فيها عدد مميز من المهاجمين بتبقى محتاجه مساحه، والتميز بتاع صديق اوجوله او قندوسي بيبقى محتاج مساحه عشان يقدر يتالق فيه ويقدر يبقى عنده دريبل كويس ويقدر يبقى عنده رؤية كويسة قوي في ان هو ينهي الهجمة دي بجول او يعمل ثرو باس بجول او يعمل اسيست او يشوت. كل مهاجم من المهاجمين دول محتاج مساحة. طلائع الجيش لازم يكون فيه، وده اكيد منبه عليه كابتن عبد الحميد باسوني، المجموعة الوينجات بتوعه اللي هو كريم طارق ومحمد هاني النهاردة يكون ليهم دور دفاعي مع الباكين بتوعه احمد زولا واحمد متعب، لان اي واحد هيواجه صديق او هيواجه قندوسي لوحده
هيبقى في مشكله كبيره قوي، خصوصا ان هم على واحد على واحد بيقدروا يمروا كويس وبيقدروا ان هم يعملوا ثرو باس او كروسات محترمه لايبوكا او لاحمد ياسر لما بينزل او لمحمد ابراهيم لما بيكمل او لاحمد بالحاج. فاي فرقه من الفرق اللي هتدي مساحه للمهاجمين بتوعها للمهاجمين بتوع الفريق الخصم هيبقى في مشكله كبيره قوي، خصوصا ان هم اللعيبه الاطراف مميزه. صديق اوجولا بتتكلم على صديق اوجولا وكندوسي في سيراميكا، وبتتكلم على محمد هاني وكريم طارق في طلائع الجيش. فاعتقد ان متنبه على الفرقتين ان هما ما يكونش فيه مساحات عشان ما يقدرش يستغلها الونجات في الكرات يا اما مرتده يا اما الكرات اللي فيها تحولات من الدفاع للهجوم. كابتن سامي صديق الامس هو منافس اليوم، وهنا بتكلم كمان على محمد بسام، كان ليه كلمه السر مع طلائع الجيش في تالقهم الحقيقه في بطوله السوبر. النهارده شايف مركز حراسه المرمى ازاي بما اننا تناولنا بقى معظم الخطوط؟ اعتقد بسام شفناه مع طلائع الجيش وكان بيقدم مستويات جيده، واعتقد كمان كان مستواه اعلى من الفتره اللي مقضيها في سيراميكا كليوباترا. بص هم عندهم مش على فكره، لما نيجي نشوف مستوى حارس المرمى ساعات بتاثر بخط دفاعه، وده اللي احنا بنتكلم عليه. النهارده ممكن يبقى عندك خط دفاع قوي جدا فبيعمل ستاره تحمي بيها حارس المرمى، فبيبقى على فترات الحارس مرمى بيجي له فرص قليله فبيقدر يصد. لكن النهارده لما يكون خط دفاعك مباح للمهاجمين وعندك مشكله في التحولات الرجوع، فبالتالي بتبقى مشكله على بسام. النهارده فرقه سيراميكا يمكن كان عندها مشكله الفتره اللي فاتت، نسبه الاهداف داخل فيها 4 من النادي الاهلي برضه، دي ده سكور عادي وقلنا عالي جدا، والنهارده قلنا داخل فيه 39 جول. مش بالشرط ان يكون الحارس المرمى قليل، لا ممكن خط دفاعك قليل، لكن بسام كان من احسن الحراس الموجودين طبعا. كان في كلام ان هو كان ممكن يروح فتره الزمالك او يروح فتره الاهلي، لكن النهارده المجازفات بتاعت ايمن الرمادي بالذات في نص الملعب فمخليه في مشكله في خط الدفاع، ان انا بهاجم كويس قوي فما بقاش نص الملعب، فاصبح في سكور بيخش كتير في فرقه سيراميكا، فده بينعكس على حارس المرمى اللي هو بعد ما كان بتيجي عليك فرصه فرصتين لا ممكن بيجي عليك 6-7. وحاجه ثانيه كمان يا سامي برضو، هم محمد بسام متاثر بشكل كبير جدا في عدم اختياره المنتخب، ودي الفتره اللي بسام الكيرف بتاعه نزل فيها صح، لان هو كان متالق قوي في بدايه الموسم وزاد على المرمى بطريقه يعني بطوليه كبيره جدا، كان الناس بتطالب يخش المنتخب، كان مميزين جدا. وبعدين بعد الاختيارات هو الحقيقه اب داون يعني نزل كبيره قوي وتاثر نفسيا الحقيقه بعد ما اختياره، وبالتالي شفنا التاثير النفسي ده بان على فريق سيراميكا، خصوصا ان السكور اللي كان عليه هو واخد 4 من الاهلي و4 من الزمالك كتير، 8 اهداف في ماتشين من الاهلي والزمالك كتير. محمد شعبان وعمر رضوان اللي بيتبادل حراسه مرمى طلع الجيش، يعني رايكم ايضا في مستواهم هذا الموسم؟ محمد شعبان الحقيقه مميز، محمد شعبان من اللعيبه المميزه جدا، عمر رضوان المفروض ان هو الحارس الاساسي لكن الفتره الاخيره كان بيلعب فيها محمد شعبان باستمرار، ومحو عمر برده كان بيلعب على فترات، لكن الاثنين مميزين. يمكن عمر الاصابه بعدته شويه ودي قللت من التنافس اللي ما بينهم، دايما الجول كيبر بيبقى محتاج جول معاه عشان يبقى فيه تنافس ما بينهم، لكن محمد شعبان من الجوال المميزه. يمكن تاثر شويه طلائع الجيش بالدور الثاني، دخلوا فيهم كميه اهداف كبيره زي ما سامي قال، 4 زمالك و4 زد واثنين زمالك واربعة زمالك اثنين زمالك واربعة زد واربعة اهلي. ده سكور كان كفيل جدا ان هو يخلي السكور بتاع الفريق عامه باللي ليه واللي عليه ماينس 9، ودي حاجه من الحاجات اللي ما تنفعش في فريق بيعرف يدافع كويس قوي اللي هو طالع الجيش. طبعا تناولنا مركز حراسه المرمى لان لوائح هذه البطوله ان انتهى شوطي اللقاء او ال 90 دقيقه تحديدا بالتعادل، ايا كانت ايه هي النتيجه، تعادل ايجابي او تعادل سلبي، هتمتد المباراه لاشواط اضافيه، وان استمر التعادل هيحتكم كلا الفريقان الى ركلات الترجيح اللي اكيد وقتها هيكون حراس المرمى فيهم كلمة السر بحكم ان هم هيتعرضوا لتسديدات اكتر عكس اللاعبين اللي كل منهم اكيد يعني بياخد الريسك على نفسه كده بتسديده واحده وتستكمل بعد كده باقي ركلات الترجيح. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نواصل كل الامور الفنيه، ابقوا دائما معنا على شاشات اون تايم سبورتس.